واحدة من أكثر النساء إثارة للجدل في التاريخ العربي، خاصة تاريخ الأندلس، فهناك من يعتبرها شاعرة متمكنة ومثقفة ورائدة في زمانها، وهناك من يعتبرها ماجنة متحررة، لكن تظل قصتها مع ابن زيدون وقصة حياتها عموماً لغزاً محيراً ودليلاً على الاستقلال والتمرد الذي حظيت به نساء الأندلس. فقد عاشت حتى سن 97 ولم تتزوج، وكانت أشهر نساء عصرها، فكيف كانت حياتها؟ أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها، أمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها. بهذه الأبيات العذبة كانت تتبختر ولادة بنت المستكفي في الشارع، متباهية بجمالها وفتنتها وحسبها ونسبها، ولم لا، وهي ابنة الخليفة المستكفي بالله خليفة الدولة الأموية بالأندلس، وهي أميرة ابنة أمراء. ورغم ذلك وقعت في عشق الشاعر والوزير الشهير ابن زيدون، وأصبحت قصتهما مثالاً يضرب في الهجر والصد والأخذ والرد، حتى تم تخليد قصتهما التي لم تكتمل في الحقيقة بتمثال وميدان يحمل اسمها في إسبانيا الحالية. ولادة بنت المستكفي ولدت في قرطبة عام 994 ميلادية، وعاشت حياة اللهو والبذخ، وتعلمت الشعر واشتهرت به، وعقدت مجلساً لها يؤمه الشعراء والمثقفون في زمانها. هي بنت الخليفة محمد المستكفي بالله، وأمها جارية إسبانية، ورثت منها ولادة بياض البشرة والشعر الأصهب والعينين الزرقاوين، فكانت آية في الجمال والفتنة في عصرها. خالطت الشعراء ومجالس الأدب والثقافة، وكتبت الشعر وتبارت فيه مع كبار الشعراء في زمانها، وهو الوزير العاشق ابن زيدون. اشتهرت ولادة أيضا في التاريخ العربي بأنها طرزت ثوبا رائعا، وكتبت على جنبيه بيتين من الشعر اعتبرهما البعض دليلا على الفتنة والخيلاء، والبعض الآخر اعتبرهما دليلا على الفسق والمجون. وبين هذا وذاك استمرت ولادة في طريقها محتفية بالشعر والأدب والفنون. وبعد مقتل والدها المستكفي حولت دارها إلى منتدى ثقافي بمفهوم زماننا الحالي، وكانت تستقبل الشعراء والأدباء والفنانين للتباري في الشعر والأدب واللهو والمسامرة. لم تنجح قصة حبها لابن زيدون، ويقال بسبب عشق ابن زيدون لجاريتها السمراء التي كانت بارعة في الغناء. ورغم ذلك ظلت الأشعار تتناقل بينهما، وكتب فيها ابن زيدون قصيدته الشهيرة التي مطلعها أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. وعمرت ولادة بنت المستكفي حتى وصل عمرها 97 سنة، حيث توفيت عام 1091 ميلادية، تاركة إرثاً كبيراً من الشعر والحكايات التي تشاع عنها، بعد أن قضت معظم حياتها في البحث عن الحب والجمال. وما زالت النظرة لها تتراوح بين من يراها الشاعرة البارعة والجميلة الفاتنة، ومن يراها الفاسقة الماجنة، ولكنها تظل رمزاً للتحرر والتمرد والاستقلال في زمانها.